بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بخير. عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم واحتمال انقطاع إشارات الراديو والإنترنت، ده موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله، واللي اكتشفوه العلماء بشكل مفاجئ ومختلف عن كل مرة، واللي بيهدد فعلا بانقطاع الإنترنت وإشارات الراديو بأماكن كتيرة في العالم اليوم 1 ديسمبر، لأن دي مش عاصفة واحدة، كمان مستوى العواصف عالي جدا اللي هتجتمع بوقت واحد. علشان كده كان لازم نتابع ونعرف مدى قوتهم وتأثيرهم على الأرض والأماكن اللي هتحصل فيها بالتحديد بإذن الله. لكن نصيحة، كمل الفيديو للآخر علشان فيه كلام مهم جدا خاص بموضوعنا الأساسي في القناة واللي بقالنا كتير ما تكلمناش فيه، لأن الفترة دي فيه معلومات جديدة ومهمة عن النجم أو الكوكب ذو الذنب وارتباط الخبر ده بيه. لكن قبل ما نبدأ الحلقة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتقابل بعد الفاصل إن شاء الله. قبل ما ندخل في موضوعنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل حلقاتنا أول بأول. خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية بيقولوا إنه اليوم احتمال إن الأرض هتشهد تقلبات ومشاكل كبيرة في إشارات الراديو والإنترنت ونظم تحديد المواقع الجي بي إس بسبب عاصفة شمسية عنيفة من المتوقع إنها تضرب الأرض. مين بقى اللي قال الكلام ده وقالت إيه بالنص؟ هي العالمة الفيزيائية المتخصصة في الطقس الفضائي تامي ساسكوف، قالت إن العاصفة الشمسية أو انبعاثات الكتلة الإكليلية السي إم إي، والتفصيل العلمي بتاعها هو إطلاق كبير للبلازما والمجال المغناطيسي من الطبقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس، وده كلامهم ومش معنى كده ان احنا بنقر به. بتقول انها قد تتداخل مع الحقل المغناطيسي للأرض، ومن المحتمل ان تؤثر في مختلف اشكال الاتصالات فضلا عن احداث مشاهد شفق مذهلة. ونشرت الدكتورة سكوف على منصة اكس التويتر يعني: من المتوقع ان تضرب العاصفة كوكب الأرض في منتصف يوم الأول من ديسمبر كانون الأول، النهاردة يعني، في حال كان الحقل المغناطيسي موجها بشكل صحيح. نتوقع أن يبلغ الشفق القطبي خطوط العرض الوسطى، كما من المحتمل حدوث مشكلات في إشارات استقبال الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس، خصوصا في الجزء الليلي من الأرض. قبل ده بقى من فترة قريبة جدا، الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ومصالح أرصاد جوية تانية توقعوا اقتراب 3 عواصف شمسية من الأرض، وهيندمجوا مع بعض وهيتسببوا في اضطرابات أكبر في الحقل المغناطيسي للأرض. وكملت الدكتورة سكوف، قالت إنه إلى جانب عاصفتين سابقتين هما في طريقهما إلينا بالفعل، هذا يعني أننا في انتظار 3 لكمات. مضيفة أن احتمالات حدوث عواصف شمسية مغناطيسية قوية من المستوى G3 والشفق القطبي على الأرض مرتفعة للغاية. وعشان نفهم بسرعة يعني إيه عواصف شمسية، يشار لها بالحرف G، دي حدة العواصف الشمسية، وبتبدأ من G1 لG5، يعني أعلى عاصفة شمسية هي G5، وG3 اللي هي متوقعة عاصفة قوية وتكفي لانقطاع الانترنت وإشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار أو ما يسمى بالأقمار الصناعية وإشارات الراديو منخفضة التردد. طبعا لازم يعني تعرفوا اني بنقل الى الان ولسه ما وضحت الشيء، بنقل الكلام بس، مش معنى كلامي اللي فات اللي انا نقلته عنهم اني مقر به، ده نقل الاول وتوضيح لما ذكروا. وقالت الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في امريكا، طبعا مع وجود 3 انبعاثات للكتل الاكليلية في طريقها الينا بالفعل، ادى ادراج هالة رابعة كاملة الى قيام خبراء الارصاد في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي CWBC بتحديث مستوى G2 في 1 ديسمبر إلى مستوى G3، ومن المتوقع أن تندمج هذه الهالة السريعة التحرك من انبعاثات الكتل الإكليلية مع 2 من الانبعاثات الـ3 اللي هي العواصف، وتصل كلها إلى الأرض في الأول من ديسمبر. وأضافت الإدارة: من المحتمل حدوث حالات من المستوى الثالث يوم 1 ديسمبر اللي هو النهاردة. وتعتبر العواصف الشمسية بمثابة انفجارات طاقة قوية تأتي من الشمس
الشمس، وتتضمن الحالة الرابعة من المادة وهي البلازما والمادة المؤينة أيونوسيد. وتتكون هذه المواد جراء أحداث التوهج الشمسي، وهي عبارة عن أحداث متفجرة على الشمس تنتج من إطلاق الطاقة المغناطيسية المرتبطة بالنقاط الشمسية اللي هم محددينها. ويقول العلماء بأن العاصفة الشمسية الآتية نبعت من انفجار قوي بالقرب من المنطقة 3500 على الشمس، وخلينا فاكرين الأمر ده. والعواصف الشمسية دي بتعمل تداخل مع الحقل المغناطيسي للأرض، وبتتسبب في أضرار في الشبكات الكهربائية، وبتصيب الأقمار الاصطناعية، وفي بعض الحالات كمان بتعمل مشاكل في اتصالات الإنترنت حسب قوتها زي ما قلنا طبعا. وبيقول الخبراء إن العاصفة الشمسية اللي متوقعة النهاردة إنها تضرب الأرض قد تحدث خللا في أنظمة الاتصالات في خطوط العرض العليا. وقالت الدكتورة سكوف من المحتمل أن يبلغ المستوى G3 أو G4 في هذه العاصفة، G4 يعني قبل الأخيرة على طول، خصوصا مع الأخذ في الاعتبار وجود عاصفتين شمسيتين على الأقل في طريقهما إلينا قبل هذه العاصفة. يعني النهاردة بالليل يعتبر يوم مخيف في حياة الأرض على كل الكلام اللي سمعناه دلوقتي مع بعض. طبعا لو رجعنا للحديث اللي ذكرناه من شوية هنلاقي كلمة قد تتداخل أو من المحتمل، أو في حال كان الحقل المغناطيسي موجها بشكل صحيح ونتوقع أن يبلغ الشفق القطبي، ومن المحتمل واحتمالات، يعني مش بيأكدوا شيء، وده كويس ومش كويس في نفس الوقت. كويس عندنا كمؤمنين بالله، فلازم نقول على الأقل إن شاء الله والله أعلم، ودي مجرد توقعات. لكن مش كويس لأنه بيحاول يقولك إن لو ده حصل فأنا قلت لك إنه من المحتمل. طيب ليه بقى غير صحيح؟ لأن الشمس مش هتتسبب في أي كوارث للأرض من أي نوع، لأنها ببساطة مأمورة بخدمة الإنسان على الأرض. صحيح ممكن تتسبب في أذى للاتصالات لأنها أمور مستحدثة، ولكن هي في الآخر اخترعت لخدمة الإنسان برضو، والدنيا ماشية من عشرات السنين ما حصلش أي تدمير وانقطاع للاتصالات أو الإنترنت أو ما يقال حتى الآن. ولو في أخبار عن حوادث زي دي حصلت زمان فهتكون حسب رأيي الشخصي كانت بنفس الطريقة الحالية. اللي يهمنا في الموضوع ده هو اقتراب الكوكب ذو الذنب أو النجم اللي هيكون بإذن الله سبب في حدوث طرق الدخان، كما جاء في الأثر الصحيح لابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، والأثر مرفوع على شرط الشيخين البخاري ومسلم. وقلنا كتير إن اقترابه ليه تأثير كبير جدا على الحقل المغناطيسي للأرض، وإحنا هنا مش بنتكلم عن الأرض بتاعتهم، يعني محدش يفهم من كلامي إن مؤمن بأرضهم اللي ملهاش أي 60 لازمة في الكون وعبارة عن ذرة تراب تسبح داخل السماء والكلام اللي كله مخالف لما جاء في الدين والعلم الصحيح. المهم اقتراب الكوكب هو اللي بيتسبب في الكوارث اللي بنشوفها من سنوات، وزيادة حرارة الأرض والمحيطات والبحار، واللي بيتسببوا بالتغير المناخي الرهيب ده. وهم فاهمين ده كويس ومتابعينه، لكن مش هيقولك حاجة من دي أبدا. وأي حد بيتكلم في الموضوع ده بوضوح من علمائهم بيتم إسكاته، أو أنه يعني يتنازل عن وظيفته ويخسر الملايين اللي بياخدها مقابل أنه يمشي معهم في نفس الخط ويخدع العالم كله. وفي التقرير ده بالذات لاحظت أنهم حددوا نقطة، أو قال التقرير بالتحديد بالقرب من المنطقة 3500 على الشمس. والأبحاث اللي بتتكلم عن الكوكب ذو الذنب أو ما يسمى عند الباحثين أو حتى في ناسا وكل وكالات الفضاء كوكب إكس أو الكوكب التاسع أو العاشر أو بعض الباحثين يسمى بنيبيرو، الكل بيجمع تقريبا أنه خلف الشمس أو في مدار الشمس وقريب منها. اقترابه بيؤثر على المجال المغناطيسي للأرض لأن تكوينه مختلف تماما عن الكواكب والنجوم، ويعتبر يعني خليط يجمع بينهم، ولذلك يسمى كوكب أو نجم. اللي ممكن يحصل اليوم والله أعلم أو بكرة أو الأيام اللي جاية هيظهر أكتر في الشفق، وإذا حصل مشاكل في الاتصالات أو GPS فهيكون في أماكن معينة، واحتمال كبير في أمريكا، بعض كمان ولايات في أمريكا وبعض دول العالم، لكن في دولنا العربية أو الشرق الأوسط عموما مش هيكون ليه تأثير بإذن الله. ومحتمل يحصل بعض المشاكل في بعض الدول الأوروبية وروسيا، ويبقى العلم عند الله. وبإذن الله في حوالي 3 حلقات مهمين ورا بعض هنتكلم عليهم الفترة اللي جاية خاصين بالأمر ده، لأنه طلب مني أتكلم فيه، ولكن بسبب الأحداث اللي قبل غزة وأحداث غزة واللي يعني ما بتقلش أهمية عن موضوع الكوكب ذو الذنب فأجلت شوية الكلام عنها، خصوصا والفترة الأخيرة ما كانش فيه معلومات كافية صحيحة أتكلم بيها معاكم، لأن زي ما احنا متعودين ما بنطلعش للكلام وخلاص، وحلقاتنا دايما بنتابع فيها المعلومات والأحداث المهمة والصحيحة فقط. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ما تنسوش الاكثار من الدعاء لأهلنا في غزة
والإكثار من ذكر الله والإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.